بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحلقه بتاعت النهارده كيفيه نقل العجله السباق ازاي. في كتير طبعا عارفين طبعا نقل الغيارات ازاي بكل سهوله، بس احنا هنقول لكم كم ملحوظه مهمه جدا في طبعا في نقل الغيار بتاع العجله السباق ازاي، والحفاظ على الترس الخلفي او العيوب اللي بتحصل، التكه او التفويته اللي بتحصل في ماشي العجله كده، تلاقي في تفويته حصلت فجاه كده من الايه التروس الخلفيه. هنقول لكم برضو الملحوظه دي والملحوظه دي. اول شيء احنا عندنا في العجله السباق دي، احنا عندنا العجله السباق دي معمول فيها ثلاث تروس، واحد اثنين ثلاثه، وفي يوجد من قبل برضو انواع تانية، يبقى فيه خمس تروس. بس احنا بقى حلقتنا النهارده هنقول لكم على ابو ثلاث تروس، ايه الفايده من وايه الحركه او التشغيل ازاي. اول حاجه الترس الصغير ده اسمه عندنا احنا مسمينه نظام ترس، اللي هو فتيس غرز، احنا بنقول عليه فتيس غرز. ده بينفعنا في نظام النظام يعني لو انا طالع كوبري او انا حتى طالع في مكان فيه رمل او تراب. طبعا العجل عشان تطلع معايا بكل سهوله لازم اطلع على فتيس غرز، طالع على الكوبري، طالع مطلع عالي لازم اطلع على الترس اللي هو ايه الصغير ده. طيب الترس الصغير ده بيشغل معايا التروس الخلفيه كامله؟ لا. الاصول في كتير طبعا ناس بتمشي بيروح ماشيين ايه على الترس الصغير ده وبينقل لك ورا على التروس الخلفيه كامله. لا، هو ليه ورا في التروس الخلفيه باين اهي قدامنا اهي، بيشتغل على الترس ده اللي هو الترس اللي هو الصغير الامامي على الترس ده والترس ده وده، الثلاثه دول هو ده الافضل. بس افضلهم انهي لما اجي اطلع كباري او يطلع من اي حاجه؟ افضل من الثلاثة دول هو الكبير ده، ده الاساس اللي المفروض انا اطلع عليه. طب هو غلط ليه ان انا على الترس الصغير ده ان انا بمشي عليه واجي احود مثلا انقل الغيارات وانزل على الترس ايه اللي هو الايه الصغير ده؟ هو ده غلط، ان بيعمل لي ميل للجنزير، الجنزير معايا مثلا جاي كده يجي لي بميل كده بزاوية كده، فده بيعمل احتكاك للجنزير بيبوظ الجنزير والتروس في نفس الوقت الخلفية. احنا هننقل كده في الحته الورانيه دي على ده النظام اللي قدام ده ماشي على الترس اللي هو الفتيس غرز، هنمشيه اهو هننقل كده كده نزل على ايه نظام الترس الصغير اهو. لما انا انزل ده المفروض يمشي على الكبير ده، المفروض انا امشي عليه على الكبير ده ماشي على الكبير اهو تمام. انا المفروض لما انزل تحت شوف الجشمه الخلفيه اللي من ورا دي هتبقى شكلها عامل ازاي لو انا نزلت على الترس الصغير، عشان ده خطا كده. بص والجنزير كده انا بنقل اهو وبنقل تاني بنقل تاني، شوف الجشمه بقى شكلها عامل ازاي. ده حاجه خطا في نقل الغيارات. طب انا دلوقتي ده خطا، يعني الحل ايه؟ الحل ان هو اللي هو الترس الامامي ده ما ينفعش ان انا اعمل عليه الحركه نقل تروس، ان ده مثلا الترس الخلفي ده سبع تروس، ما ينفعش امشي على الترس الصغير. يبقى احنا عرفنا حتى لو انت بصيت على الجنزير كده، الجنزير جاي بميل جاي من هناك جاي بميل اتجاه كده يعني مش مظبوط. طب انا عشان يبقى مظبوط معايا الترس الاولاني والتاني والتالت الاعلى، وافضل شيء او افضل ترس فيهم اللي هو الترس الايه الكبير الاعلى تمام. دي ملحوظه مهمه. يبقى احنا كده عرفنا ان ده كده غلط، لازم انا في الحاله دي عشان امشي صح يبقى كده ايه على اي ترس من التروس دول، يا ده يا ده يا ده، يبقى هو ده ايه الترس الصح. طب انا عندي الترس الثاني اللي هنا الامامي، الترس الوسطاني باين قدامي انا عندي اهو، ده انا هنقل عليه دلوقتي وهقول لكم برضه فايدته ايه. اول شيء انا بعمل الغيارات كده خلاص، نقل على الترس الصغير اهو اللي هو الوسطاني تمام. ده بقى الميزه بتاعته، ان ده بياخد حركه النقل الغيارات الخلفيه كامله. ازاي؟ هنرجع ورا، بيشتغل على الاول ترس والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس والسابع كلهم. ليه؟ ان هو ده متوسطن من امام، طبعا المتوسطن من امام ده بياخد الجزء اللي هو اليمين وبياخد الجزء الشمالي، يعني انا بستفاد بيه ان انا استعمله في كل الاوقات التروس الخلفيه. انا ممكن امشي في الاماكن اللي وسطها زحام باحسن ترس غيار اللي هو الترس الوسطاني ده، جميل الترس الوسطاني ده بالذات اللي هنا باين اهو قدامي اهو، ده اهو راكب اهو تمام. ده احسن سرعه او ايه ما تتعبش اللي راكب العجله، اللي هو الترس الوسطاني ان انا بتحرك عليه
في تغيير الغيارات الخلفيه كامله، تمام، عند تروس الخلفيه دي. طب انا دلوقتي عايز ان انا رايح مشوار طويل وماشي مسافه طويله، انا طبعا لما اخد مسافه طويله عندي الترس بقى الاعلى اللي هو الكبير ده اللي باين قدامنا ده، ده انا هنقل عليه برضو في نفس الوقت عشان برضو ايه كده نقل اهو على الترس الايه الكبير. الكبير ده ينفع ان انا امشي عليه من ده لده؟ ده خطأ، ده خطأ. طب امشي مع ليه؟ انزل عند الجزء اللي من تحت ده، انا بعد ما باخد سرعه وانا ماشي على الترس الوسطاني باجي مثلا على الجزء ده، التلاته اللي من تحت دول اسرع سرعه في التروس الخلفيه، التلاته اللي من تحت طبعا، الكبير ثم الاصغر ثم الاصغر، كل ما يصغر لتحت ده اسرع، الصغير قوي اصغر حاجه ده اسرع حاجه في الغيارات الخلفيه. طب انا ينفع ان انا مثلا واقف بالعجله على الترس الكبير او الوسطاني ان انا اطلع طلعتي والجنزير جاي على الترس الصغير ده؟ لا، ده خطأ. لازم في البدايه لما اطلع بالعجله لازم مثلا حتى لو طلعت على مثلا على الكبير ده مثلا لازم اخد ضغطه كده، فالافضل ان انا اطلع بالايه بالوسطاني امامي واخد دايرتي كامله، يا ده يا ده يا ده، اطلع على اي واحد منهم بعد كده انزل ايه مع سرعه سرعه تديني ايه سرعه، كل ما اخد سرعه انزل درجه 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 درجه، انا بعد كده ممكن اكمل لحد اخر ايه الترس الصغير لو انا ماشي مسافه بقى طويله بقى والعجله فاتحه معايا، عشان ما احسش بتقل العجله ان الترس الكبير ده طبعا بيدي لي ضغطه او بيزود لي ضغطه الايه الرجل في ضغطه العجله، الترس الايه الكبير الامامي، فطبعا لازم تكون العجله واخده سرعتها عشان ايه اقدر ان انا ايه ان انا اسرع بالايه بالعجله جامد، فاضطر ان انا ايه انقل مع الترس الكبير مع الترس الصغير ده بعد كده انزل ده الى الاخير، العجله هتطير هتبقى سريعه معايا سرعه جهنميه. طب المشكله اللي بتحصل معانا التفويته بقى، احنا ده تعرفنا نظام الغيارات ازاي، التفويته اللي بتحصل من العجله وانا راكبها، يعني مثلا وانا راكب كده مع دوسه الرجل كده تحس ان في زي تكه او تفويته، تعمل كده تفويته جامده كده. طب التفويته دي ايه حلها؟ ممكن يبقى العيب ايه؟ ممكن العيب كذا حاجه، ممكن يبقى العيب لو اطمن عندي لازم يكون الاكس ده اساسه في البدايه، لازم يكون ايه ما فيهوش بوش الطاره، ما فيهاش بوش، في نفس الوقت يكون البلي بتاعها سليم، يبقى دي طبعا حاجه اساسيه احنا بن ايه مش هنتكلم عليها دي خالص، يبقى احنا ايه بنتكلم على الايه الحاجات اللي ممكن تعمل لنا التفويته ايه، بس احنا بنقول لازم الاكس يبقى ايه سليم 100%. تمام، اول حاجه ممكن العيب اللي بيحصل لنا في التفويته دي ممكن يبقى من ايه من ثلاث حاجات، اول حاجه السيستم ده كنت في تفويته مش باينه، يعني مثلا لو انا حركت الترس يمين وفوق كده كده في تفويته بتعمل زي هرشه، ممكن هي دي السبب تعمل لي ليه التفويته، ممكن تبوظ لي التفويته دي اهملتها، تبوظ لي الجنزير ده في نفس الوقت، يعمل لي بوش في الجنزير، طبعا لو لقيت الجنزير من عند السنون من قدام نور اعرف ان الجنزير خلاص عمره انتهى، لو ايه نور بين السنون يبقى عمره انتهى، زي مثلا المنطقه دي انا هوريكم الجنزير لما بينور بينور زي كده، لما تيجي تلف العجله كده لا منور لا منور كده، كل ما تلاقي الجنزير كده ومنور كده تعرف ده في عيب في الايه في الجنزير، طبعا الجنزير ثابت خلاص مكانه خلاص. طب انا دلوقتي الحل ممكن يبوظ ايه، ممكن السنون مع حتى مع نقل الغيارات الغلط هو اللي يعمل لي الضرر، انا بضرر كتر الزيوت او الزيوت الثقيله او الشحم او احط شحم غلط، احط زيت مثلا ثقيل عربيات برضه غلط، لازم احط حاجه خفيفه. طب انا معيش على زيت عربيات اعمل ايه، اعصب حته قطنه او سفنجه واشمم بس الجنزير تشميمه كده ايه بسيطه، يبقى ايه شمه ليونه تعمل لي ليونه، في نفس الوقت ما ينفعش ان انا اغرق كميه زيوت هنا هي دي بتعمل لي ضرر اكتر برضه في نفس الوقت. طيب السنون اللي هنا عند الجشمه دي، السن اللي عند الجشمه دي ساعات ما الاحتكاك بتتاكل هنا والترس ده والترس الاعلى ده اكتر شيء ان هو برضه بايه بيتاكل، فالحل بقى ايه ان برضه ان انا لما يحصل عيب التفويته دي فمعلش انا لازم ما انا ممكن اغير الجنزير الاقي التفويته ظاهره موجوده، ما لسه بقى العيب، ما هو التفويته دي سببها بوظت لي كذا حاجه، واجي اغير الجشمه الاقي برضه التفويته غلط، يبقى كده ايه في الحل الثالث لازم اغير الايه السيستم، يبقى انا كده برضه عملت الصيانه الصح ان انا ايه جددت برضه في الايه في العجله
مش عايز العجل تفويضه، انا ما اغرش جنزير واجي تاني افك الاقي فيه عيب، افك واغير جنزير، افك واغير، لا ما ممكن ايه، انا غيرت الجنزير ما هو عمق فيه عيب، يبقى انا كده ايه لازم اغير الجنزير واغير الجشمه واغير ايه كده، بس بغير واحده واحده، بس انا قبل ما بغير بطمن الاول من السيستم فيه تفويته جامده ولا لا، فيه هرشه او الجنزير او الايه الجشمه الخلفيه، هم دول الحاجه الاساسيه بسبب التفويته لازم تتعمل الثلاثه دول. فطبعا انا اتمنى الحلقه دي تكون مفيده ليكم، ومعلش انا طولت عليكم برضو فيها برضو في الكلام، فطبعا انا بس انا بحب ايه اوصل لكم كل معلومه فيها، واتمنى الحلقه تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.